من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني، شذاها الحب والود يفوح هدى بإيماني. من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني، شذاها الحب والود يفوح هدى بإيماني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم يوفق للخير خير وعانهم عليه، وفقنا يا مولانا لكل خير وأعنا عليه. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نبدو حلقتنا اليوم في 3-4 نقاط، ناخذ نقطة من النقاط. زي ما قال هذاك العالم الجليل، قال: فهنيئا لمن سبقت له منك العناية، وفاز بالقرب والولاية، حكمك عدل وتقديرك حق، وسرك غامض في هذا الخلق. إنسان وفق المولى سبحانه وتعالى، يعلم الله بعد ضيقة دورها لدونها يا شعب ليبيا وبقية الشعوب الثانية يا مضلومين، كل ما تضيق كل ما تفراج إن شاء الله بإذن الله تعالى. هذا في ضيقة السجن، ضيقة العذاب، ضيقة الحرمان من الحق والعدل ومحبة لله والرسول، أن يشاء قدر المولى سبحانه وتعالى في يوم من الأيام ينقذ، يكون سبب في إنقاذ زوز من الناس. الأخ عبد العظيم إنقاذ، يكون سبب في إنقاذ زوز من الناس في تركيا. تركيا العجيبة، تركيا العظمة لله تركيا. فيوم من الأيام شن يدير له الرئيس التركي؟ مش شده وحطه في الحبس، لأن ريع الفضيلة كل ما أعطى الجنسية التركية، ولكن هو انتقل لعالم ثاني ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، انتقل لعالم ثاني. هنيئا له وهنيئا لأمثاله وهنيئا لناس منطقته وبلاده اللي فوق اعتبار كل فوق كل ليبيا، لكن من ليبيا بنغازي وناسها وأهلها. الله يجزيهم عنا خير الجزاء، الله يتقبل بوجه الرضا والرحمة، والله يرزق الصبر والثبات لجوزته وأولاده، وسمعنا عليهم كل خير. وهادو الليبيين أن على مستوى العالم يعطوهم جنسيتهم ويعطيهم، لأن ما هوش ظالم، ما هوش معتدي على الآخرين، مش شتت العائلات. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ يستوي الخبيث بالطيب؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ هذا كلام قال رب العزة. لا يا ربي، احنا ليبيين، احنا من ناس منطقة واحدة. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ الله أكبر. هذا نقطة من النقاط. هنيئا له ولأسرته الكريمة وأهل منطقته وأهل ناسه وأحبابه وأصدقائه. النقطة الثانية، فالأيام اللي فاتوا صار انتصار في ليبيا وما حسناش به. علاش؟ لأن الناس ما تخدمش لليوم، تخدم ليوم القيامة. قامت بأدوار. هنيئا للرجال اللي ما هربوش من غرفة العمليات، ما هربوش وما داروش، لكن صمدوا وتبتوا وتوكلوا على الله، توكلوا على الواحد الأحد، توكلوا على القوي الجبار، توكلوا عليه وهزوا الآخرين يجاروا. شدوا الأول من غرفة العمليات، والثاني الأول هرب، والثاني هرب والدنيا
الدنيا كيف بين يدي الله يوم القيامة؟ قالوا يا من بدنياه اشتغل وغله وغره طول الأمل، الموت يأتي غفلة والقبر صندوق العمل، والقبر صندوق العمل. هذا يقول عيونه هيك وتبادل الملائكة تقول له مرحبتين بيك، أو ربي دعاك لجنة إن شاء الله. وفي اللي يقول لك يشبح يقول خيرني شو صار تمت لك وقفت الزنقة للهارب. هذا اللي درته في الآخرين، هذا اللي خليت شتت الشمل وقهرت العباد. كلمة من باب النصيحة، من باب النصيحة يلي أنت الآن واللي عاونوا فيك، من بيش نذكر اسمك لأن اسمك ما ينذكرش على ألسنة الرجال والناس ولا من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، أنك أنت بتدير في هذا كل ده. نكدت علينا في العيد، نكدت علينا في رمضان، نكدت علينا حياتنا. في اللي يندب ويخدم ويزور، يبي يزوج بنته، بيزوج ولده، يبي يكمل حوشه، يبي يشتري سيارة. حطمتنا، الله يحطمك، الله ياخذ فيك الحق، الله ياخذ فيك الحق، الله ياخذ فيك الحق، أنت ومن عاونك. الله أكبر. عبر لمن يعتبر الليبيين، عبر لمن يعتبر الليبيين. في يوم من الأيام الزمزاك اللي ما يخلص منهم زمان ولا مكان، في عهد موسوليني لما مات جوز زمزاكة قالوا للشيخ مختار حرية الله مغفر له ورحمه والحقنا به على الإسلام، أقرأ ما تيسر يا شيخ، قرأ الشيخ. وأما من أوتي كتابه بيمينه وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالي. بعد ما تم القراءة جوز زمزاك اللي ما يخلاش منهم زمان ولا مكان قالوا له كيف يا شيخ تقرأ صورة زي هذه؟ قال لهم الله أكبر. قلت لي أقرأ ما تيسر، نقرأ على بالبو. وبعدين قلت لي مش نختار، نختار صورة اللي هي تدخل للجنة يا ناس. شفت يا أخي العاقل يلي تابت تحير، هذا الزمزاك اللي ما يخلاش منهم زمان ولا مكان، هذا اللي غافل تقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على ممن خلق تفضيلا. ولاد صغير ما يقولاش، بنت صغيرة ولا كبيرة ما تقولاش، في المذهوب شيرة زي ما قالت هذيك العزوزة الصالحة اللهم اغفر لها وارحمها، قالت الله يجعلك تجري ولا تدري، الله يجعلك تجري ولا تدري، تجري ولا تدري، في سبيل ايش هذا كله تدير فيه؟ حطمت الناس وهي وانت قاعد ما تولدتش السلطة، أديت الناس وانت ما تولدتش السلطة، سرقت الأموال يا خانب، انت يقول عليك خانب، خنبت أموال الليبيين، خليتهم سواسة. الليبيين اللي ربي نعم عليهم بنعمة النفط، نعمة النفط اللي عشت فيها انت وأمثالك، بالسرقات، بالأسلحة، بقتل الناس، تشتت الناس، درت هالمشاريع، درت هالمزارع، درت هالمصانع، درت. الله أكبر. الحمد لله الذي عفاني مما ابتلاك به وفضلني على ممن خلق تفضيلا. في يوم من الأيام في رجال اللي يسموه رجال مما فيهم اللي موجين يدافعوا على ليبهم على ليبيا للآن، الدبابير اللي داروهم ناس معينة ما داروهمش على كتافهم، نحوهم نحوهم ومداري أشرطة هنا وأشرطة هنا وهنا. ويوم القيامة كيف بيكون حالك؟ يوم القيامة كيف بيكون حالك؟ إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. حنخصموك عند ربي، قللت راحتنا، سرقت لنا أموالنا، اهتكت أعراضنا، هدمت بيوتنا في سبيل إيش؟ قدرت على إسرائيل؟ قدرت عليها؟ قدرت عليها؟ لا لا. أسيادك عشت تقول لها يا سيدي يا سيدي يا ويلك، حسبنا الله ونعم الوكيل فيك، حسبنا الله ونعم الوكيل فيك، حسبنا الله ونعم الوكيل فيك، نعم المولى ونعم النصير. الله ياخذ فيك الحق إن شاء الله. ناس بهدلتها، رجال شباب قاعدين يجاهد في سبيل الله، هذا كان في يوم من الأيام يكونوا من الناس اللي هم ناس لهم شان أن كيف يخترعوا ويبدعوا وما يخلوا ما يديروا لبلادهم ولإناسهم. ولكن حتى توا أحموا بلادهم،
أحموا وطنهم، ما أحموش بالفلوس. وأنا كلمة داخل الإعلام 17 فبراير نقولها لمسؤولين ليبيين، أنا كانك ما درش حاجة زي هذه، سمحني ما نسيش الأدب معاك، ولكن كلام الحق وجاع، يبي شجاع من يقوله وشجاع من يقبله. هادو الناس كل ما نقدموا لهم شوية، كل ما نقدموا لهم شوية، شن بتقدم لهم؟ قدم لهم مما اللي هم في حاجة لي، مش في حاجة لي. يا ريت تزهيهم ملوحين في النو، في الخلاء، في الشراء، في كذا. الله أكبر على ليبيا وعلى ناسها، كيف كنا وكيف أصبحنا، كيف كنا وكيف أصبحنا. لكن شن قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لما تنسند الأمور لغير أهلها فانتظر الساعة، إذا انسندت الأمور لغير أهلها فانتظر الساعة، انتظر الساعة في الإعلام تطلع وتقول فيه وفيه وفيه وفيه. يا كذاب يا كذاب، ربي قال ألا لعنة الله على الكاذبين، ألا لعنة الله على الكاذبين. تكذبوا على ناس يعلم الله بحالهم؟ ولكن يا ليبيين يلي قلتوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كنتمش مغفلين، ما تكونوش مغفلين لناس إمعاء، لناس باعوا الوطن بالفلوس، باعوا الوطن، ما تسمعلاش كلامه. سامحوني، ناخذوا جغمة مية على بركة الله. من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني، شذاها الحب والود تفوح هدى بإيماني. جهل وظلم، فرقة وقطيعة، شرك وضلال، هكذا كان الحال. فيأذن الله بإشراقة فجر جديد ونور يمحو به تلك الظلمات. محمد رسول الله، وصفه ربه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. فجمع له من خصال الكمال ومحاسن الصفات ما لم ينله أحد من البشر، فقد ثبت أنه كان أوفر الناس عقلا، أجودهم نفسا، أرحبهم صدرا، أشدهم حياء، كان أشجع الناس وأزهدهم في الدنيا، وأكثرهم تواضعا، يعين أهله ويخيط ثوبه ويخدم نفسه، يزور المسلمين وغير المسلمين، ويعود مرضاهم ويدعوهم إلى الخير. كان صادق اللهجة، راسخ المبدأ، أعدل الناس، أرفقهم بالضعفاء، أنصف المرأة والطفل، وشملت رحمته حتى الحيوان، أثنى عليه حتى المنصفون من غير المسلمين. فيقول الألماني يوهان غوتا: إننا أهل أوروبا بجميع مفاهيمنا لم نصل بعد إلى ما وصل إليه محمد. ويقول الإنجليزي جورج برناتشو: إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمد. بل قال تولستوي الأديب العالمي: إن شريعة محمد ستسود العالم لانسجامها مع العقل والحكمة. ولنصرته، لنعرف قدره ومكانته، ولننشر في الناس فضائله ومكارمه، ولنقتدي به ونمتثل أمره، ولنذب عن شريعته وندفع عنها الشبهات. فلو لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم من الفضل إلا أنه الواسطة في حمل رسالة رب العباد إلى عباده وتعريفهم به، لكان فضلاً لا يستقل العالم بشكره ولا البشرية بمكافأته. فقد عاش حياته يبلغ الخير لأمته، ولم يكتفي بهذا، بل سأل ربه أن يشفعه فيهم يوم القيامة، وصدق الله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني.
شذا الحب والود تفوح هدى بإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النقطة الثالثة اللي بنتكلم عليها، الله أكبر على سيد الخلق. سيد الخلق مش كلمة لأي إنسان يقول سيد الخلق. سيد الخلق بأفعاله بأقواله لمحبته للا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الهجرة النبوية. نبي نذكر الظالم وبقية الظلام اللي زيه، علاش الهجرة النبوية؟ خلي نقول لك على حاجة واحدة، مش لازم نتوسع معك، لأن في حاجات مش خرجك أن تسمعها ومش خرجك أن تفهمها. الهجرة النبوية زي ما الآن الناس طلعت من مغازي، الناس طلعت من طرابلس، الناس علاش؟ لأن نتيجة الظلام اللي سرقوا الأموال لهدموا البيوت اللي داروا، لكن مع هذا ما داروش الأولين. فعاد الرسول صلى الله عليه وسلم ما داروش، اللي في يوم من الأيام جاء واحد بيعتدي على بنات الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لا شنو يقولوا علينا؟ شنو يقولوا علينا لما كنا احنا الليبيين، لما في المجتمع متاعنا يقول لسحي وتحشم الناس، شنو يقولوا علينا؟ يلي ما تحشم يدعو عليك الخاص والعام، الخاص والعام، الله لا تربحك. فشنو الهجرة النبوية؟ هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم، أدور الرسول صلى الله عليه وسلم، ما خلوا ما داروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن بعدين هذا حال الضعفاء، لكن ما حسسهمش أنهم ضعفاء. رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا لما يكون واحد طايح ما نعفسوش عليه، لازم نحافظوا على الإنسان كإنسان، نفوضوا فيه الأمر إلى الله. فدرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يعدون، يوم يخرجون من الأجداد صراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. يا قهرتك قدام الأنبياء والشهداء والصالحين، قتلت درت ما خليت، مع الهجرة النبوية على 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 سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام وعلى أتباعه، يا مروا يا ما شبحوا، لكن وينهم توا؟ أبدا من سيدنا مصعب بن عمير اللي كانت أمه مدلتة، اللي يبكي بيه يسكت بيه، فيوم من الأيام طلع في شكارة على الصحابة، في منهم الدمع، ربي قال وللآخرة خير لك من الأولى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. هو وأمثاله، واللي نزلت في حق الصورة أبدا من سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، رغم أنفك سيد الخلق، سيد الخلق ملق قلوبنا بأفعاله بمحبته لله، معاملته الصالحة لعباد الله الصالحين نساء ورجال. هذا علاش حبنا، ما عبدنا شيء، ما درنا لا الصورة في حياتنا وقلنا هذا المعبود الوحيد، لا، قلنا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم احينا عليها وأمتنا عليها وانفعنا بها عند الحاجات يا الله. ما اعتبرتش من أحداث تشاد؟ ما اعتبرتش وجودك لما قعدت في أمريكا؟ ما اعتبرتش من احتكيت بناس ظلام زيك والناس لهم معنا؟ لكن ما تنتزعش الرحمة إلا من قلب شقي، ما تنتزعش الرحمة إلا من قلب شقي. قتلت، اضطهدت، سبيت، لعنت، ما خليت، ما درت، ولكن ولله الفضل. ربي قال لنا كلمة، قال واصبر إن بعد الكرب إلا الفرج إن شاء الله بإذن الله تعالى. وبإذن الله في علم ما تفقهاش وما تستوعباش وما تسمعاش، حتى في يوم من الأيام لما بتطيحوا إن شاء الله بإذن الله تعالى ما تلقوش ما درتوه وأنتوا فينا نديروه لكم، نديروا زي ما قال لنا ربي، زي ما دار الرحمن الرحيم، نكروا وجوده نسبوا للولد ونسبوا كذا لرب العالمين. فدارهم هذا رب العزة،
كذلك احنا نتمثل بهذا زي ما قال لنا ربي نديره. هذا اللي علمونا ربي عن طريق سيد الخلق وصحابته رضي الله عنهم. يكفي كلمة قالها واحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليوم الدنيا والدين. في تقدم الزمان هذا لا تبقوها قول ولا عمل. متى استعبدتم الناس ولقد ولدتهم امهاتهم احرار. قالها سيدنا عمر بن الخطاب، ما تعرفهاش، تعرف جونسون ولا ماريو ولا شنقال. هذا سيدنا عمر رضي الله عنه، سيدنا عمر رضي الله عنه اللي كان يرعش وخايف، أنه يقول لو فرص عترت في المكان الفلاني كيف يكون موقف عمر يوم القيامة؟ مش عباد تقتل فيهم، مش نسوين شتتهم، امرأة جبتها من قدام رجلها وقتلها ولدك، وفي نفس الوقت أنك أنت لحد الآن نكرها. لكن بإذن الله يا ليبيين كنا متحصرين وكنا يعلم الله بقلوبنا، ولكن اعلموا خيركم يا ناس، خيركم يا ناس. 40 عام وإحنا في الهم، 40 عام. الشعب السعيد، الشعب السعيد الحر، السعيد الحر متاع السعد وعمل القد، خلنا نسنا وانا مات. حرام عليكم يا أولادي، الله أكبر على البول حنون. ما كناش نظنوا أن احنا عندنا حاكم حنون كذاب قال أنا ما نحكمش. يا ما صالوا يا ما جالوا يا ما حندب هو وأتباعه، وللآن قاعدين يصولوا وبيجولوا بالباطل. لكن احنا لا، احنا دائما نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام فيما قال. هذا في هالأيام المباركة والشهر المبارك يا إخوة يا ليبيين، يا ليبيين يا ليبيين، أروا هذا مش كلام، مش خراف بسيسي، هذا كلام ربي يا ناس، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخي يلي متضايق يعلم الله بحالك ويعلم الله بحالتك، قيمي دياتك لأكرم الأكرمين، قل له يا الله يا قريبا لمن ناجاه، يا مجيبا لمن دعاه، ربي لمن أقصد وأنت المقصود، وإلى من أتوجه وأنت الحق المعبود، ومن ذا الذي يعطيني، وأنت صاحب الكرم والجود، وأنت صاحب الكرم والجود. إحنا عندنا ربي إن شاء الله بإذن الله تعالى يا ليبيين، شرق وغرب وجنوب. شن قاعد يحدث في الجنوب في مرزق، حتى هي ما تهنتش، حتى هي ما ارتحتش. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي أعطانا 3 أسلحة، أعطانا سلاح لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعطانا سلاح قوي خارق حارق. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. فدرهم الأيام متغطي بنيام عريان يا ليبيين، ما تكدرش، ما تديرش الهم السادة وتتوسى. من حقك تتكدر، من حقك تتكدر. طحنا بإنسان نزلنا دموعنا مش دمعتنا، دموعنا نزلهم لنا. ربي تو يسخرنا إنسان يمسح لنا دموعنا ويذكرنا بكرم ربي وصبرنا، وخاصة المجاهدين في سبيل الله، الأبطال 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 اللي ما مشروهمش بالفلوس. شن قاعدين يديروا؟ شن قاعدين يعملوا؟ أي كلية عسكرية تخرجوا منها؟ أي خطة عسكرية داروها؟ هذا فتح المولى سبحانه وتعالى رضي الله عنه. كل عبدا كما أريد أكون لك ربا كما تريد، كل عبدا كما أريد أكون لك ربا كما تريد. يا أخي المواطن، يا أخي المواطن، صحيح متكدر يعلم الله بحالك وجيعان وعريان، ما تكدرش، عاقبته طيبة، عاقبته طيبة، والحمد لله. لظالمينك ماكش ظالم، ظالمينك ماكش ظالم. فهذا في الشهر المبارك وفي الساعة المباركة. وقالوا ناس زمان اللي متغطي بالأيام عريان، أو تو احنا أو في الشهر هذايا دورة من زمان تلقى رمضان، دورة من زمان رمضان، دورة من زمان الميلود، دورة من زمان مش عارف.
ودورة من زمان تلقى روحك ممدود ميت، تلقى روحك ممدود ميت وفاتح فمك. واسمع انت، اسمع يا ظالم، ايديك هدوني تلقى يا من صبعك هذا يا ما هددت بيه يا ما اسأت بيه، تلقى روحك كملوح، رجليك لن يضمهم لك ضمان. كلا إذا بلغت التراخي وقيل مراق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. هيك يتلوك يمين وشمال، تلوك يا ما تلوكوا يا ما داروا من دبابير، فهمت؟ كانك صيد وتقول أنا رجل وتجيب التواب لأهلك ولمليك، لكنت تكون تعمل خير بين الناس، الود بين الناس، المحبة بين الناس. ناس شتتوها قهرتوها. والحاجة اللي نشفح فيها وقلتها وما زال نقولها، أني مرات نفس نضل نشفح زي ما كنت نشفح في الظلم، نشفح فيه نشفح له ويا ليبيين سامحوني سامحوني درتها سامحوني، نشبح له وجعني تقول لي لو وجعك، لأن وجعني في أصبح الصبح لما لقيت الناس حياش كلها قدامها السيارات فرحانة، قلت آه يا خسارة، قتل وحبس ودار من أجل الفانية من أجل الفانية. وبعدين شبحت يوم من الأيام دم نازل من وجهها، يقول حرام عليكم يا أولادي، الله أكبر، أحرام عليكم يا أولادي، أصبحنا لأولادة وأصبحنا حرام علينا، وين هذا؟ لكن سبحان، سبحان من قهر عباده بالموت، سبحان من قهر عباده بالموت. كذلك يا ليبيين أهلا وسهلا، ينصر الله ينصرنا دنيا وآخرة على الظلام إن شاء الله. تفضل يا أخي بيك وبالزاوية بالزاوية ناسا، تفضل. السلام عليكم، مساء الخير يا سيد محمود، يعني محمود. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أخي الكريم، الله يحفظك. والله يا عمي محمود نشهد بالله نحبك بالله حب يعني كالوالد، الله يرحمه. أحبك الله الذي أحبك ثاني فيه. ولي فترة ما تبعت الحلقات متاعك القيمة هذه المفيدة لتوعي في الأحرار هذه، ونحب نقول لك يا عمي محمود بالنسبة للأسيرة هواه المريض غلاية المعدوم الشرف هذا يا محمود، أيوة. زمان في 2012 زي الزاوية على أساس قاعد بيشكل حركة متاع الحقارة الكرام هذه، ودار اجتماع والناس في الزاوية على غير علم انه يعني يدير انقلاب، المهم مقاعد مثلا من قبيلة البلازة يا عمي محمود، الله أكبر بيك والبلازة يبارك فيك، مقعمز هذا أسير تشاد رجل على رجل خش من واحد من أولاد عمي من البلازة، قام داير رجل على رجل والناس دايرة بيه كراسي وكذا، أول ما خش السلام عليكم ضربة برجل على رجل، قال لها نزل رجلك لو تحت المتريس اللي قدامك، الله أكبر. ضربة رجلة بس هذه نبي نعطي معلومة لجماعة المرضى هذوما اللي تبعوا فيه في الكرامة سواء في الغرب ولا الشرق، هنا في الزاوية مسحوا كرامة الأرض يا عمي محمود والزاوية ضده، وبإذن الله الزاوية تشرف يا عمي محمود، وبإذن الله لخر قطرة دم في أبنائنا الشباب ولا الكبار ولا الصغار، وبإذن الله منتصرين. وأنا يا عمي محمود نقول لك ما تاكلش روحك وتريح يا محمود، في شبابكم وولادكم يعني بإذن الله حيجيبوه من ودنا زي ما شدوا القداف يا عمي محمود. وتحية من الأخير، تحية لإخوتنا التريس الثوار كل، وتحية بالأخص أخص لإخوتنا عاصمة الشهداء مصراتة. والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والله يكثر من أمثالك ورب يختم لنا ولكم بالإسلام. ناخذ زغمة مية، أسعدتني الله يسعدك وأسعدت المواطنين معك. من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني، شذاها الحب والود تفوحه دم بإيماني.
لم يكن العرب أهل علم بالحساب، ففي التقويم الشهري كانوا يعتمدون سير القمر ومنازله لحساب الأشهر، فجاء الإسلام وأقره لوضوحه وسهولة الأخذ به، كما قال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. فهو المعتبر في توقيت الفرائض من صيام وزكاة وحج، وبه تحسب الأعياد، وهو المعتمد في عدد النساء كثلاثة أشهر وأربعة أشهر وعشرة أيام، والكفارات كشهرين متتابعين، وكحول زكاة المال، كلها بالأشهر القمرية. قال تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. قال ابن تيمية: فالذي جاءت به شريعتنا أكمل الأمور، لأنه وقت الشهر بأمر طبيعي ظاهر عام يدرك بالأبصار. قال عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمي عليكم الشهر فعدوا 30. وأما التقويم السنوي فلم يكن للعرب قبل الإسلام تقويم خاص بهم يجمعهم كما عند الأمم الأخرى، فكانوا يؤرخون بالحوادث الفريدة والوقائع المشهورة عندهم كحادثة الفيل وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه اعتمد التقويم بأشهره القمرية المعهودة لدى العرب، على أن تكون بداية التأريخ من السنة التي هاجر فيها النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، لأن الهجرة بداية عز الإسلام وقوته، فكان اختيارا مسددا. فعن سهل بن سعد قال: ما عدوا من مبعث النبي ولا من وفاته، ما عدوا إلا من مقدمه المدينة. واستقر الرأي على أن يكون أول السنة شهر الله المحرم، بعد أن ينتهي الناس من موسم الحج ويستريح من عناء السفر بعده، وابتدأ العمل بالتقويم الهجري عام 17 هجرية. فالعمل بالتقويم الهجري تمسك بالشرع واعتزاز بالهوية وتميز واستقلالية. من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني، شذاها الحب والود تفوح هدى بإيمان. يا سيدي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا يا أخ مصطفى بيك وبأهل مصراتة الشرفاء الأفاضل. تفضل تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا عم محمود، نهارك مبارك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمعني من الهاتف خير. نحييك على هذا البرنامج يا عم محمود، الله يوفقنا لما يحبه ويرضاه إن شاء الله، وأعطيك صحتك إن شاء الله. آمين يا رب العالمين، وأنتم كذلك، زيت عمرك إن شاء الله، بارك الله فيك. آمين آمين، أنت كذلك خير كريم. بنحييك على هذا البرنامج يا عم محمود. بس الله صحيت كتر خيرك. وشكرا وبارك الله فيك. نارك طيب، صحيت كتر خيرك. يا إخوة يا ليبيين، نبي نتطرق لمسألة اجتماعية لتذكير بعضنا البعض. ريتوا الهم هذا اللي احنا فيه، وعقبة إن شاء الله سعادة وعقبة خير. تعرفوا شو سببها؟ سببها أنت يلي اطلقتي من راجلك، وأني منعتي صغارة أن يشوفهم. بأي وجه حق تمني عليها صغارة وينفق فيك؟ علاش؟ أنت يا أفندي اللي طلقتها وما صفتهاش في مستحقاتها، وانت يا افندي اللي عايش انت وياها في غاية المراد. الشرع اباح للانسان اربع جوزات، انت بكل بساطة لوحتها واخذت غيرها وظلمتها. ظلم، هذا ظلم، هذا ظلم، ظلم يولى علينا عاقبة مش كويسة نديروا فيه. اهلا وسهلا بك يا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، بيك وبمدينه طرابلس العريقه.
تفضل يا أخي تفضل. انقطع الخير انقطع الشر بين بعضنا. أهلا وسهلا بيك وبمدينة بن وليد من أكبر القبائل في ليبيا. تفضل تفضل. محمد معك يا شيخ. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. تحية لك يا شيخ بارك الله فيك ومشكور. إن شاء الله نكون عند حسن ظنك. يطول في عمرك إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. انقطعت الموالة. أهلا وسهلا بك. الله يعلي في شانك وشاننا جميعا بيك وبأهل بن وليد. تفضل يا أخي علي تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وتفضل يا أخي الكريم. الحركة يعني محمود لبس عليك. في نعمة ولله الفضل ولله الفضل. إن شاء الله ربي من عليك بصحتك يعني محمود. إن شاء الله ربي يطول في عمرك. آمين. والسامعين كذلك. إن شاء الله بارك الله فيك. شنو أخبارك أنت كويسة؟ في خيار 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 الخير ولله الفضل. باي الحمد لله. يعني محمود أنا مانيش عارف حفتر هذا كيف يجيه نوم وكيف يرقد وكيف مانيش عارف والله. هذا ما أقوله لما تنطمس البصيرة خلاص. إيه؟ نعمت بصيرته تم. هذا يرقد يقول شو نقوله إحنا؟ نقوله الحمد لله الذي عفاني مما ابتلاك به وفضلني على ممن خلق تفضيلا. أنت خروف ما قدرش تخليه جيعان. أنت نعجة ما قدرش تخليها جيعانة. أنت مش بنادم طولة بعرضة تقتله ويجيك النوم وترقد. هذا قاسي قلب. ما تنتزعش الرحمة إلا من قلب شقي. ما تنتزعش الرحمة إلا من قلب شقي يا أخي الكريم. وسامحني لأنك نعم يخلي الإنسان ينفعل. الله يفعل يا محمود. مانيش عارف توا هو زوال الكعبة أهول من قتل بني معناها بني آدم. تبارك حفتر هو مسبب في جميع يعني نفوس هلب زهقها وقتلها. شيء عجيب شيء عجيب. ربي يحفظك يا محمود. إن شاء الله ربي يطولنا في عمرك ودعينا دعواتك يا محمود. أنا نقول لك الله يحقق أمانيكم ويحببنا لبعضنا ويبعد الغل والحقد من قلوبنا إن شاء الله ونحب بعضنا في سبيل الله إن شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. تفضل يا محمد بيك وبمدينة طرابلس العريقة. تفضل. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. فنرجع لحديثنا يا ليبيين اسمعوني. نشهد لله نشهد له نسوين ولا رجالة ولا ابنوي الصبايا ولا الأنصار والأولاد. اللي صار لنا احنا هذا شيء غريب غريب غريب. لكن زي التلميذ امتحانات وقرايا والدنيا وكذا. ولكن العبرة بالنجاح العبرة بالأخير. أهلا وسهلا بك يا مسعود وبمدينة نالوت العريقة. أهلا. السلام عليك يا محمود. الله يحفظك ويرعاك. بس وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صحيت يا رجل صحيت يا طول في عمرك إن شاء الله. صحيت يا رجل. الله يبارك فيك. إن شاء الله إن شاء الله نكون عند حسن ظنكم بتقوى الله. إن شاء الله يحفظك بتقوى سيدنا محمد. آمين. الله كبيرة هذه. آمين 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 يا رب العالمين. آمين آمين. سلام. آمين. صحيت كتر خيرك. الله يفرحك في أولادك. الله يجعلك من تشور تنور. الله أكبر. يحشرنا إن شاء الله ربي مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. اسمع يا أخي المواطن. يحشر المرء مع من أحب يوم القيامة. والعاقل يفهم ويفهمني شو نقصد من كلامي. هذا قال الله يحشرك تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. العظمة لله والعظمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يعلي في شانك وشاننا جميعا إن شاء الله بيك وبمدينة مصراتة العريقة. وربي يحقق أمانيهم جميعا. تفضل. شاك يا محمود. في خير خير ولله الفضل.
شاك يا محمود في نعمة في نعمة في نعمة جليلة ولله الفضل. ربي يحفظك يا محمود. أمين. وأنت كذلك والسامعين. وربي يحفظ إن شاء الله المفتي بتاعنا إن شاء الله. ربي يحفظ. أمين أمين. صحيت. أمين. ربي يسلمك أنت وعم محمود. أيوة تفضل. عليك يا محمود جينا بالنطف إن شاء الله يا محمود. إن شاء الله ربي ينصر الحق على الباطل. اللهم يا ربي هو توصم فيها الخير. الله يا ربي يا عم محمود زيلي بالله عليك زيلي إن شاء الله. إن شاء الله ربي يحفظنا من الكلب اللي حفظنا إن شاء الله. حاضر. لكن بنقول لك على كلب نصحح لك المعلومة بس. الكلب لما حاذى الأفاضل ذكرى ربي في القرآن كلب أهل الكهف. كلب أهل الكهف الكلب أفضل منه أفضل منه لأنه قاعد كلب زي ما هو. صح صح يا محمود. صح ربي يحفظك. صحيح يا محمود. نعم يا محمود. نعم محمود دعينا بالله عليك. الله إن شاء الله. الله يحقق أمانيك والله يسلم بلادنا ويرزقنا حاكم صالح يأخذ بأيدينا لطاعة المولى سبحانه وتعالى. نبدو في موضوعنا إن شاء الله. يا ليبيين نشوف روحنا كل واحد منا كان نبو النصر يتحقق النصر غضوة قبل بعد غضوة. كل واحد ظالم يتوب يتوب ويرجع لأن ثلاثة دعوات مستجابة التائب الجديد والمظلوم ولو كان كافر. كل واحد منا يشوف روحه شندار يتوب ويرجع نتوب ونرجع. وخاصة زي ما قلت وكلامي امرأة مخلية صغارها أبوهم قداش ليه مفارقها. أهلا وسهلا بك يا أخت أمل نهارك مبارك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا عمي محمود. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نهارك طيب يا بنتي العزيزة. نهارك أسعد يا عمي محمود وبارك الله فيك. بارك الله فيك ربي. الله ينورك. الله وما تمشي منور يا ربي. أمين. وانت كذلك. الله يا ربي سنة طيبة ومباركة عليك وعلى كل ليبيا الحبيبة إن شاء الله. إن شاء الله بالنصر يا الله يا كريم. أمين يا رب يا رب. شنو اخبارك عمي محمود؟ ما شاء الله عليك منور والله. كل السبت منورنا. ان شاء الله ربي ما تخيب علينا. ان شاء الله ربي ما تفقدوك. وبارك الله فيك على كل كلمه. يعني سبحان الله كل كلمه تقولها نحس بها كنا يبين الغالي زي ما نقولوا لك دائما في مسراته. فربي ان شاء الله ينورك. ربي ان شاء الله يجعل طريقك مفتوحه وين ما تمشي ان شاء الله يا الله يا كريم. يا الله ان شاء الله بنصر شبابنا يا ربي يا رحمن يا رحيم. مش هنطول عليك يا عمي محمود لكن جد كلماتك وكل حلقه نحضر فيها تعطي فينا شحنه من التفاؤل. تعطي فينا شحنه ان القادم بعون الله حيكون افضل بعون الله تعالى وان الله معنا سبحانه وتعالى. ربي ينصرنا عمي محمود على حق الشباب. انا نقول لك على كلمه. الكلمه اللي نقولها ما قال سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه لما مدحوه في وجهه قال اللهم اجعلني احسن مما يظنون ولا تواخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون. اولا قبل كل شيء معلش لما نقول كلمه زياديه انني نذكر فيكم من نعمه ربي عليكم. انتم جبتوا الماكله سخونه ايام سرت وايام طرابلس مصراته وفي بعض سفهاء القوم. سفهاء القوم يقولوا صفتها نعتها الله اكبر. حتى هذا كان معلش نقولها كذا اللي ذكر ربي في القران كلب اهل الكهف. الله أكبر. البقاء لله وحده. البقاء لله وحده. البقاء لله وحده يا ناس يا مؤمنين. رانا آمنا بالله أراه ربي ما يضيعناش يا ابن أدمية يا ناس. اللهم طهر قلوبنا من الغل والحقد والحسد وطهر ألسنتنا من الغيبة والنميمة واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يفوح ذنبي من القلب إلى القلب أزف عنه.